قله الفلوس سبب قهر وتعاسه البني ادم. كتر الفلوس كمان ممكن تبقى سبب في قهره وتعاسته. ربما يكون السعي وراء الثروه. قول له يلم نفسه شويه بدل مرميه في الشارع. خلاص بقينا سفاحين وقتالين قطر للدرجه دي؟ هو سبب تغير الانسان. انا مش فتحها جمعيه خيريه يا ابو قلب حنين. ما قدامكش غير حل واحد بس، ان الراجل ده اسمه يتمحي من على وش الدنيا. الوديعه والذئاب. مريم اول شويه اطلع بره اطلع بره. يبقى خلاص عليه العوض في كل حاجه. افضل ادور عليها لغايه اخر لحظه من عمري. الوديعه والذئاب، العرض الاول على تلفزيون النهار.